بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبنائي وبناتي طلبة وطالبات المراكز الثقافية التابعة لوزارة الأوقاف المصرية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته حيثما كنتم. ومع الدرس التاسع والأخير من مقرر علوم الحديث أو مصطلح الحديث، نعيش هذه اللحظات في بعض الدروس، وأبدأ بالدرس الأول عن صيغ التحمل والأداء في رواية الحديث النبوي الشريف. و التحمل أي تلقي الحديث من الشيخ، يعني التلميذ يتلقى ويأخذ الحديث، فإذا تلقى الحديث وسمعه من الشيخ فنقول بهذا تحمل الحديث. أما بعد ذلك حين يؤديه يصير هو شيخ ويؤديه لتلامذته نقول أدى الحديث. يبقى عرفنا إيه الفرق بين التحمل. التحمل هو تلقي الحديث من الشيوخ. طيب الأداء، الأداء هو إلقاء أو نقل الحديث منه هو كشيخ إلى تلاميذه، يبقى اسمه إيه؟ أدى الحديث. يبقى تعالوا نشوفوا إيه صيغ التحمل وكيفية الأداء المعبر عن الحالة أو الصفة الذي تحمل بها. يبقى لابد أولا أن نفهم الاثنين، الصيغة بتاعة التحمل، الطريقة اللي تحمل بها. طب ولما يؤدي يعبر عن هذه الطريقة ويبين هذه الطريقة بأي ألفاظ؟ يلا بينا نشوف. أولا احنا عندنا صيغ التحمل والأداء ثمان صيغ للتحمل والأداء، تمام؟ سأذكرها لكم، ولكن اسمحوا لي أن يكون شيء من الاختصار لأن درسا آخر سأذكره في هذه المحاضرة لأتم المقرر. أول حاجة، أول صيغة، السماع من لفظ الشيخ. السماع من لفظ الشيخ، وهو أن يلقي الشيخ على التلميذ أو يقرأ الشيخ من كتاب على التلميذ، يلقي من الشيخ ده من حفظه والتلميذ بيسمع، أو الشيخ يقرأ من كتابه ويسمع الطالب. طيب السماع ده لما يلقي الشيخ على التلميذ من كتابه أو حفظه والطالب يسمع، لما يؤدي الطالب ما الألفاظ الذي يستخدمها لتدل على هذا السماع؟ يقول سمعت شيخي فلانا أو حدثني شيخي فلان. يبقى هو لما يؤدي إلى تلميذه بيقول لتلميذه أنا سمعت من شيخ فلان الفلان وخد يا تلميذي أهو، أو حدثني شيخي فلان الفلاني وخد أهو يا تلميذي. الرتبة بتاعت هذه الطريقة أو الصيغة أعلى طرق التحمل والأداء، أعلى حاجة في طرق التحمل. ليه؟ لأن سماع مباشر ما فيهوش واسطة، يعني بيقول سمعت وحدثني، ما قالش لعن ولا قال، تمام؟ طيب الطريقة الثانية، القراءة على الشيخ. القراءة على الشيخ وبيسموها بعض العلماء العرض على الشيخ. ليه؟ قال لك لأن الحالة دي مش الشيخ اللي بيلقي أو بيقرأ أو بيسمع، لا، ده الطالب حافظ من الشيخ أو معاه كتاب خده من الشيخ، ويبدأ الطالب يقرأ ويعرض ما قرأه على الشيخ، فالشيخ
يا إما يؤيده يا إما لا يؤيده، يا إما يصوب له يا إما لا يصوب له، يا إما يقر إن كل اللي أنت قرأته صحيح وسليم وما فيهوش أي أخطاء، يبقى هنا إيه قرأ على الشيخ. أحيانا الطالب يقرأ بنفسه وممكن اللي يقرأ زميله، زميله وهو بيسمع، يبقى ده إيه حالة الطالب. طب والشيخ؟ الشيخ قاعد يسمعهم، سواء يكون الشيخ حافظ الروايات بتاعته أو يكون الشيخ ضابط ضبط كتاب، يعني إيه ماسك بكتابه، ففي هذه الحالة يعلق بالإيجابي أو السلبي ويقول دي غلط أو دي صح. طيب الأداء كيف يؤدي، كيف يؤدي ما سمعه قراءة، يؤدي لما يبقى شيخ بقى يؤدي، يقول قرأت على فلان أو قرئ على فلان وأنا أسمع فأقره، أو يذكر صيغة من الصيغ السابقة بتاعت المرحلة الأولى أو الطريقة الأولى فيقول حدثني فلان قراءة عليه، حدثني فلان قراءة، لازم يبين قراءة عليه، أو يقول أخبرنا فلان، أخبرنا فلان. فكلمة أخبرنا فلان اصطلحوا عليها إنها إيه لحالة القراءة على الشيخ. طيب يا ترى الرتبة بتاعت الطريقة دي، هل الرتبة بتاعت الطريقة دي رتبة عالية ولا أقل؟ العلماء بيقولوا والأشهر فيهم قال لك هذه تلي الأولى، يعني هي إيه رقم 2 بعد السماع، وقيل مساوية للسماع، وقيل مساوية للسماع، وقيل هي أعلى من السماع، لكن الحقيقة يا جماعة الراجح هي تلي السماع مباشرة، يعني هي رقم 2 أدنى من السماع. الطريقة الثالثة الإجازة، الطريقة الثالثة اسمها إيه؟ الإجازة. إيه يعني الإجازة؟ قال لك الإجازة يعني الإذن برواية الحديث، سواء الإذن ده بالشفوي لفظي أو كتابي، يعني أن يكتب لي إجازة، أجزتك أن تروي كذا كذا كذا، أو يقول باللسان كده أجزت فلانا أن يروي كذا، دي إيه يعني سمحت لي وأذنت لي ووافقت على إن المرويات بتاعتي الأسانيد بتاعتي ينقلها عني ويرويها عني للآخرين وهكذا. طيب إيه أنواع الإجازة؟ إحنا عندنا هنختصر في الإجازة 5 أنواع، هذكر لكم 5 أنواع لأن هي دي أهم أنواع الإجازة، لكن في أكتر من كده، لكن أنا يكفي 5 أنواع. أول حاجة نوع في الإجازة إجازة معين لمعين، معين لمعين، يعني إيه؟ أجزت فلان الفلاني صحيح البخاري اللي أنا راوي، أو صحيح مسلم أو سنن أبي داود، يبقى أنا أهو معروف الشيخ وبقول لتلميذي فلان الفلاني معين، أهو تمام لمعين، يعني أنا يا فلان الفلاني أجزتك حاجة معينة وهو روايتي لصحيح البخاري أو رواية أبو داود للترمذي للنسائي لكذا، معين إيه لمعين. النوع الثاني وهو معين بغير معين، يعني أجزت فلان الفلاني محمد ابن فلان فلان الفلاني خلاص ده عينته بغير معين مروياتي. طب ما مروياتك كتيرة انت ما عينتهاش، انت ايه ما عينتهاش، ولذلك العلماء قالوا إجازة معين لمعين دي هي أعلى درجات الإجازة وأعلى أنواعها، وما يختلفوش العلماء في صحتها. إنما الباقي
الخمسة اللي هقولهم كلهم مختلف فيهم. تمام يا ولادي؟ تمام. يبقى معين بغير معين. التالتة غير معين بغير معين. الاثنين مش معينين. أيست محمد وفي 100 واحد اسمه محمد ما عينتهوش. مروياتي ما عارفينش مروياتك دي ايه، ايه ولا ايه ولا ايه، ما عارفينهاش مروياتك. يبقى لا انت عينت الشخص ولا عينت المرويات بتاعتك. تمام. أربعة، أن يجيز بمجهول أو لمجهول. أن يجيز بمجهول أو لمجهول يعني إيه؟ أن يجيز يقول أنا أجزت السنن، رواية السنن. الله، سنن إيه؟ سنن أبو داود والترمذي ولا النسائي ولا ابن ماجة، سنن كتير. انت ازاي يعني بتقول سنن السيبني؟ يبقى انت ايه خليتها حاجه مجهوله. او تقول اجزت السنن للمسلمين. المسلمين ده حاجه مجهوله عامه، مين في المسلمين؟ فانت كده ايه جهلت اللي المجاز له. تمام. خامسا وهي الإجازة للمعدوم. الإجازة للمعدوم زي إيه؟ أقول الشيخ يعني يقول أجزت من يولد لفلان الفلاني مروياتي كذا كذا كذا. الله، ده من يولد لفلان الفلاني ما ممكن يولد سقط، وممكن يولد ويموت أثناء الولادة، وممكن ما يولد أي حاجة. يبقى هنا معدوم ولا مش معدوم؟ لان هو في حكم المعدوم، لان هو من يولد لفلان. طيب، وقد يكون غير حمل، ما فيش حمل يعني. طب ما ممكن يكون فلان ده يطلع عقيم، يبقى لا يولد له شيء. يبقى الكلام ده كلام ايه؟ ما ينفعش يا جماعه. تمام. يبقى كل الانواع الا الاولى كلها مختلف فيها، والغالب فيها عدم القبول. لكن الحقيقة يا أبنائي الإجازة مع إني مختلف في قبولها، إلا أنها ممتدة، لأن بها يمتد السند إلى يوم القيامة، فهو شرف هذه الأمة. علشان كده إحنا الآن لا يوجد في رواية الحديث إلا الإجازة، لأن المصنفات كتبت والأحاديث دونت وخلاص. يبقى أصبح دلوقتي لا نتناقل إلا إيه؟ عن طريق الإجازة يا أولادي. طيب، إيه الطريقة أو الصورة اللي أدي بيها والألفاظ اللي أدي بيها تدل على الإجازة؟ أقول أجاز لي فلان كذا كذا كذا، واذكر. أو حدثني فلان إجازة، لازم حدثني إجازة، يعني إيه أنص على إيه كلمة إجازة. أو إن أنا أقول أنبأني فلان، كلمة أنبأني المحدثين خصصوها للإجازة. كلمة أنبأني إذا قالوها يعرف المحدثين على طول إن إيه ما دام قال أنبأني يبقى على طول إيه قصد بها الإجازة. تمام يا جماعة؟ تمام. رقم أربعة، ثلاثة احنا قلنا الإجازة، رقم أربعة المناولة. المناولة، المناولة إما أن تكون مقرونة بالإجازة أو غير مقرونة بالإجازة، مجردة من الإجازة. يعني أن يقول التلميذ أو أي الشيخ يناول الطالب تلميذه كتابه أو مروياته ويقول له اروها عني، أو أجزتك الرواية بها عني، يبقى مقرونة بالإجازة. أو الحالة الثانية يناوله الكتاب أو مروياته ويقول هذه مروياتي ويسكت، لا يقول له أجزتك
الرواية بها. تمام. طيب ايه اللي ما فيش خلاف ومقبولة؟ المقرونة بالإجازة. ليه؟ لأن لما ناوله قال له إيه؟ أجزتك. يبقى كأن السبب في المناولة إيه دي؟ السبب في المناولة الإجازة. فهنا إيه؟ صحيحة الرواية بها ومقبولة ويحتج بها. طب إيه الألفاظ اللي يؤدي بها التلميذ لما يبقى شيخ؟ الألفاظ ويقول ناولني شيخي فلان وأجاز لي، إذا كانت مقرونة بالإجازة. طب لو كانت مش مقرونة بالإجازة يقول ناولني فقط، أو يقول حدثني أو أخبرني شيخ فلان مناولة. مناولة لازم يذكر كلمة مناولة، لأن لو قال حدثني يبقى كأنه سمع منه، وهنا ما سمعش منه يبقى مناولة. تمام يا جماعة. رقم 5 الكتابة، النوع الخامس في ضرب التحمل والأداء الكتابة، وهي أن يكتب الشيخ مروياته في كتاب لتلميذه، بتلميذه إما بخطه أو بخط أحد طلابه. يبقى يكتب بخطه أو بخط أحد طلابه الثقات ويروح يرسلها لمين؟ يرسلها للتلميذ بتاعه، يبقى يكتب إليه. تمام. برضو الكتابة حاجة من اتنين، يا إما الكتابة مقرونة بالإجازة لما يرسل لي الكتاب ويقول له هذه مروياتي أو هذا كتابي أجزتك روايته، أو تكون غير مقرونة مجردة عن الإجازة. الحقيقة العلماء قبلوا المقرونة بالإجازة، لكن الغير مقرونة بالإجازة اختلفوا فيها اختلاف كثير جدا. بعض العلماء قال لك لا، ما هو أرسل له وكتب له أهلا وسهلا، لكن ما قالهوش اروى عني. بعض العلماء الآخرين قال طب وما معنى أنه كتب له أرسل له؟ تعب نفسه ليه؟ معروف أن ما دام كتب له أرسل له أكتب له علشان ودي تلميذه، يبقى كتب له عشان يروى عنه. تمام. ولذلك اختلف العلماء، لكن مال ورجح أكثر العلماء قبول الرواية بها والعمل بها، علشان خاطر الإرسال لي كأنه يعني نيابة عن الإجازة، كأنه يعني لما أرسلها لي الكتاب كأنه بيقول له إيه ده أرسلته عشان خاطر تروي عني، فاعتبروا أن الإرسال من قبيل الإذن الضمني مش الصريح. الإذن الضمني مش الصريح. يبقى الكتابة المقرونة بالإجازة ما فيش خلاف فيها، تمام، خلاص مقبولة. الغير مقرونة بالإجازة اختلف العلماء فيها، واللي رجحوها قالوا إن الإرسال كأنه بمثابة إيه؟ بيقول له ضمنيا بدون كلام وبدون كتابة اروها عني، خلاص. رقم 6 في الأنواع الإعلام. الإعلام إيه الإعلام؟ أن يخبر الشيخ تلميذه بأن هذه مروياتي، هذه إيه مروياتي، الكتاب ده الفلاني اللي عنوانه كذا كذا ده من مسموعاتي أنا وسندي أنا ومروياتي أنا. تمام. طيب إيه حكمها؟ قال لك الراجح إن الرواية بها ضعيفة جدا وما تنفعش ومش معتمدة ولا يحتجوا بها. ليه؟ إيه يعني معنى إنه أعلمني؟ أعلمني لا يعني إن أنا أرويها عنه، لا يعني إن أنا إيه أرويها عني، لكن لو أجازها أجازني يبقى خلاص زي المناولة زي الكتابة ماشي، لكن هذه اعتبروها ضعيفة الرواية بها. والألفاظ اللي يؤدي بها عشان يروي بها يقول إيه أعلمني شيخي فلان بكذا، اللي هو إيه
بأن الكتاب كذا كذا من مسموعاته، أعلمني، يقول لازم يكون أعلمني. تمام. طيب السابعة الوصية، الوصية أن يوصي الشيخ، أن يوصي الشيخ إما عند موته وهو في آخر أيام حياته، أو عند سفره لما يجي يسافر بلد بعيدة، أحد طلابه بكتابه، يقول له أنا بوصيك، أوصيك أنك تحافظ على كتابي، دي مروياتي أهي وصية هي. طيب هل هذه الحالة إذا رواها التلميذ عنه بالوصية مقبولة ولا مش مقبولة؟ الراجح أنها مش مقبولة، الراجح أنها إيه؟ مش مقبولة وضعيفة، ولا إيه نعتمد عليها ولا نحتج بها. طب إيه الطريقة أو الألفاظ اللي يؤدي بها؟ قال لك يقول أوصى لي شيخي فلان، أو أوصى لي فلان بكتاب كذا، أو بمرويات كذا، أو يقول حدثني فلان وصية، وصية لازم ينص على كلمة إيه؟ وصية. رقم 8 وآخر واحدة فيهم الوجادة، الوجادة وهو أن يجد الطالب أحاديث أو كتاب بخط شيخه، هو عارف خط شيخه، بخط شيخه وهو يعرفه، ولكن لم يسمعه منه، هو وجده بس لكن ما سمعهوش منه. فهل الوجادة دي نروي بها؟ حكم الرواية بها إيه؟ العلماء قالوا حكم الرواية بها ضعيفة، بل إن العلماء قالوا منقطعة. ليه؟ لأن لا قال له ولا خاطبه ولا أرسل له ولا ناوله ولا أي حاجة، مجرد بس بعد ما مات الشيخ وجدها عنده، فكونه يوجدها بس، فهذه الحالة معناها إنه هو إيه؟ ضعيفة جدا، بل منقطعة كما قال بعض العلماء. إيه الألفاظ، إيه الطريقة الذي يؤدي بها عن هذه الوجادة؟ يقول وجدت أو قرأت بخط شيخي فلان كتاب كذا أو مرويات كذا ويرويها. طبعا الكلام ده كلام ضعيف ولا يصح ولا يجوز الرواية به. أنتقل بعد ذلك أبنائي إلى درس جديد، وهو آخر الدروس في المقرر إن شاء الله. هذا الدرس عن الجرح والتعديل، عن إيه؟ الجرح والتعديل. طيب يعني إيه جرح؟ والجرح هنا لازم بفتح الجيم مش بضمها. يعني إيه جرح ويعني إيه تعديل؟ الجرح هو ذكر الراوي بالمثالب التي تؤثر على روايته وتطعن في روايته وتضعفه، ده الجرح. طب التعديل هو مدح الراوي بما يوجب قبول روايته والاحتجاج بروايته، هذه التعديل. طب كويس، الجرح والتعديل في الإسلام عندنا الأصل في إيه؟ قال لك الأصل فيه المنع. تمام. قال الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. وكمان لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة قال أحد الصحابة أرأيت إن كان فيه ما أذكره به، اللي هو ذكرك أخاك بما يكره، قال إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. فالجرح نهى عنه الإسلام على الصريح وعلى الإطلاق. تمام. طيب كويس. والتعديل النبي قال إذا رأيتم المداحين فحثوا في وجوههم التراب. تمام. يعني إن المدح ده
يؤدي إلى النفاق ويؤدي بالممدوح إلى الغرور والتظاهر إلى غير ذلك. ده الأصل. لكن استثنى من المدح والذم العلماء أمور، فجوز المدح والذم فيها للضرورة. جوز المدح والذم ليه؟ للضرورة. ومن الضرورة التي يجوز فيها المدح والذم رواية الحديث النبوي الشريف حتى نستطيع أن نميز بين الصحيح والضعيف، بين المقبول والمردود، ما جاء من المطعون فيه وما جاء من الموثوق فيه، لابد أن نميز. فهذا التمييز لابد وحتما أن يكون بالمدح والذم في الرواة. وعندنا في هذا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله مدح وقال إن عبد الله رجل صالح، وذم أيضا النبي من جاهر بفسقه وسوئه، قال عن عيينة بن حصن بئس أخو العشيرة هو. إذن فمدح النبي للضرورة وللحث على المثلية، إنه يعني الناس تمتثل ما يفعله عبد الله حتى يكون مثله في الصلاح، وأيضا ذم المجاهر بمعصيته كما فعل بئس أخو العشيرة هو. إذن فحكم الجرح والتعديل في الرواية في الحديث جائز للضرورة. طيب، لكن متى يجوز؟ قال لك يجوز إذا احتجنا إلى رواية هذا الراوي. طب لو إحنا ما عندهوش حديث، ما لهوش حديث، خلاص هجرحه ليه ولا أزمه ليه؟ ما لهوش لا جرح ولا زم، مش محتاجين روايته، خلاص لا جرح ولا زم، لكن احتجنا روايته وعايزين نعرفها ونعرف هل هي صحيحة ولا لا، يبقى محتاجين الجرح والتعديل. لكن العلماء قالوا ضوابط الجرح والتعديل في هذه الحالة أكتفي من مدحه ما تقبل به روايته، واكتفي من ذمه وقدحه ما ترد به روايته. يعني هو لو مقدوح ومذموم بعشر أشياء، واحدة منهم بس ترد روايته، يبقى التسعة أسترها عليه ولا داعي إني أفضحه بالتسعة الآخرين، وكفاني اللي ترد به الرواية، لإني أنا أبحت الجرح والتعديل من أجل إيه؟ من أجل الضرورة، من أجل معرفة روايته صحيحة ولا ضعيفة. إيه شروط الراوي علشان خاطر أقبل روايته وأعمل بها؟ لازم تمام العدالة وتمام الضبط، ودي ذكرته قبل ذلك. طيب إيه شروط الإنسان اللي هيجرح ويعدل؟ العالم اللي هيجرح اللي هو يعتبر في منصب القاضي، إيه شروطه عشان يجرح ويعدل يمدح أو يذم في الراوي؟ قال لك لا بد أن يشتمل على الأقل على سبع شروط. سبع شروط. الشرط الأول أن يكون حاز تمام العدالة وتمام الضبط والنباهة واليقظة. والنباهة واليقظة. اثنين، أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل، يعني ما يجرحش بشيء لا يؤثر على الرواية، ولا يعدل ويمدح شيء يخلي الرواية مقبولة. يعني أنا مثلا مدحت واحد بحسن مظهره وأخلاقه وآدابه وتقواه، كل ده خير وكويس، لكن أنا يهمني صدقه وأمانته، يهمني ضبطه للحديث وهكذا. يبقى إيه؟ أن يكون عالما عارفا بأسباب الجرح والتعديل المؤثر منها والغير مؤثر. الأمر الثالث أن يكون تقي نقي ورع طائع لله، من أهل العبادة ولزوم العبادة والتقوى، ومشهود له بهذا الأمر. ثالث رابعا ما يكونش متعصب لمذهب عقدي معين، لأن لو تعصب لمذهب عقدي معين ربما يدفعه هذا إلى أن يؤيد مذهبه بأمر يؤثر على روايته. تمام.
طيب خامسا أن يكون عالما بالمذاهب الفقهية، بس هو ما ينخرطش تحت مذهب فقهي معين، لا هو بيروي ما يؤيد كل المذاهب، ملهوش دعوة بالمذاهب، لكن هو يكون عالم بالمذاهب الفقهية. سادسا يكون عنده مرونة وغير تشدد، عنده مرونة وغير تشدد في الجرح بالذات. سابعا أن يكون غير معاصر لمن يجرحه. ليه يا جماعة؟ قال لك لأن المعاصرين بينهم تنافس وبينهم تغاير، تمام؟ والتنافس والتغاير قد يحمل هذا على ذم قرنه المنافس ليه، فهذا لا شك إن ذمه بسبب المقارنة والمنافسة اللي بينهم، يبقى هنا إيه؟ ضيعنا أحاديث ممكن تكون صحيحة وبسبب المنافسة ضعفناها، عشان كده قال لك ما يكونش إيه من أقرانه، تمام يا جماعة. ولذلك روي عن ابن عباس قوله لا تأخذوا أقوال الأقران بعضهم في بعض فإنهم أشد تغايرا من التيوس في زربها. النقطة التي تليها وهي هل يقبل الجرح والتعديل بغير ذكر سببه ولا لازم ذكر السبب عشان نشوف السبب وجيه ومقبول ويأثر ويقدح ولا لا؟ أما التعديل لا، من غير ذكر سببه، لأن التعديل كثير جدا جدا والناس معظمها تتفق في التعديل، لكن عند التجريح لا بد من ذكر السبب. ليه؟ لأنه أحيانا لو جرح الراوي بدون ذكر السبب قد يجرح بشيء غير قادح في الرواية، بشيء غير، فيعني مثلا جرحه لأنه سيء الخلق، طب ماشي هو سيء الخلق لكن مؤدب، لكن مع سوء خلقه تقي ورع وأمين وضابط وحافظ، يبقى سيء الخلق ده بينه وبين ربنا لا يؤثر على روايته. إذن فالأرجح والأصل والأساس في الجرح نبين السبب حتى نتأكد من أنه قادح أو غير قادح، تمام يا جماعة؟ تمام. هل يثبت الجرح والتعديل بقول واحد فقط؟ جمهور العلماء قالوا نعم. ليه؟ قال لك لأن المجرح والمعدل حاجة من اثنين، يا إما هو بمثابة القاضي والقاضي يحكم لوحده في القضية، وإما أن يكون ناقل من غيره والرواية في بخبر الواحد جائزة ومتفق على جوازها عند أكثر أو جمهور العلماء من أهل الحديث. فالكون المجرح والمعدل يكون واحد بس ويقبل، يقبل بواحد بس، يكون طبعا حاز المواصفات السبعة اللي احنا ذكرناها. أيضا السؤال الذي يأتي بعد ذلك، هل يثبت الجرح والتعديل بقول العبد أو المرأة؟ الجواز نعم، لأن رواية العبد والمرأة مقبولة، فإن حاز المواصفات السبعة أيضا يجوز الجرح والتعديل بقوله. ننتقل بعد ذلك إلى حاجة اسمها مراتب الجرح والتعديل. مراتب الجرح يعني المراتب يعني معناها أيهما أعلى وأدنى 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 في التعديل، وأيهما أعلى وأعلى وأدنى في التجريح. فتعالوا نشوفوا أولا مراتب التعديل، نبدأ بالخير الأول. مراتب التعديل، أول مرتبة وأعلى مرتبة وأوسق مرتبة وأصح مرتبة هي المبالغة في التوثيق. المبالغة في التوثيق يعني إيه؟ أصف الراوي بأفعل التفضيل بصيغة من صيغ المبالغة في التوثيق، كان أقول مثلا فلان أوثق الناس، أحفظ الناس، أثبت الناس، إليه المنتهى في التوثيق أو في الحفظ أو في الإتقان إلى آخره. وهذه المرتبة أصحابها حديثهم صحيح بل في أعلى مراتب الصحة. المرتبة الثانية،
تأكيد التوثيق، تأكيد التوثيق سواء تأكيد معنوي أو لفظي، كأن أقول ثقة ثقة، أو ثقة حجة، أو ثقة ثبت، تمام؟ ودي المرتبة دي أصحابها حديثهم صحيح أيضا، تلي المرتبة الثانية. الثالثة تكون الألفاظ فيها دالة على التمكن من التوثيق، يعني التمكن من العدالة والتمكن من الضبط. فأقول عن الراوي فيها ثقة، ثبت، حجة إلى آخره، وهذه أيضا أحاديثها صحيحة لا جدال ولا مراء فيها. الثلاثة الأولين كل أحاديثهم صحيحة، بس تتفاوت في الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. المرتبة الرابعة من مراتب التعديل تدل على تمام العدالة لكن خفة الضبط، خفة الضبط، تمام العدالة لكن إيه؟ خفة الضبط. فيوصف أصحابها بما يدل على المبالغة في العدالة وإهمال المبالغة في الضبط. فأقولون مثلا فلان صدوق، صيغة مبالغة من كثرة وقوة وإتقان الصدق، تمام، والأمانة والورع وكده، لكن الضبط ما مدحوش. صدوق مدح للعدالة لكن لم يمدح، لكن أيضا لم يذم الضبط. ليه لم يذم؟ لأنه فيه خفة، ولا أقول فيه قلة، فرق بين خفة وقلة، تمام يا أبنائي. صدوق، أو يقال لا بأس به، وهذا حديثه في الغالب يكون حسنا، في الغالب يكون حسنا، لكن إذ أيده وتابعه غيره يرتقي إلى الصحيح لغيره على طول مباشرة. المرتبة الخامسة هي لا تدل على تمام التوثيق ولا على شدة التجريح. فيقولون مثلا في ألفاظها فلان شيخ، يعني شيخ يعني وقور وكل حاجة وكبير في السن، لكن كونه شيخ وكبير في السن الله أعلم، ممكن يكون كبر سنه يخليه إيه يعني يقل ضبطه أحيانا، تمام. أو يقولون فلان روى عنه الناس لكن ما أقبلوش عليه وكسرت الرواية عنه واحتج به الناس، هو روى عنه بس. فهذا الحقيقة بنكتب حديثه لكن نبحث عن متابعين لهذا الحديث يقوى هذا الحديث، فإن وجد المتابعين يرتقي إلى الحسن لغيره أو إلى الصحيح لغيره، إن لم يوجد متابعين له وتفرد فنتحفظ على الرواية ونخليها في حيز الضعف الخفيف. المرتبة السادسة وهي فيها قرب من التجريح، قرب من التجريح، مش تعديل عالي ولا تجريح صريح، إنما فيها قرب من التجريح. كأن أقول في ألفاظها فلان صالح، صالح صالح الحديث، رجل صالح، فلان يعني يكتب حديثه، يكتب حديثه يعني ما يرفضش بس ما يحتجش به برضه. وهذه أيضا إذا انفرد يضعف، إذا انفرد يضعف، لكن توبع يرتقي. دي مراتب التعديل يا أبنائي. أنتقل بكم إلى مراتب التجريح، وأنا قلت يعني حنبقى في عجالة شوية. مراتب التجريح ستة أيضا، ستة زي الستة الأولانيين. حنبدأ بالأخف، فالأشد 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 إلى آخره. أول مرتبة وهي أخفها ما تشعر بلين الراوي، تليين الراوي. أقول في ألفاظها فلان الراوي ده لين، أو فيه لين، أو فيه مقال، يعني تكلم الناس عنه كلام بس إيه بسيط. وهذا إذا انفرد ضعيف، إذا انفرد هذا الراوي ضعيف. المرتبة الثانية صرح فيه بعدم الاحتجاج بهذا الراوي، دي إيه صرح على طول لا يحتج بهذا الراوي.
والمرتبة دي اللي هي التانية يروي الألفاظ بتاعتها كالآتي، يقالوا مثلا فلان ضعيف، فلان إيه ضعيف، أو فلان لا يحتج به، وفلان فيه ضعف أيضا، إذا انفرد بالحديث يضعف، محتاج لازم متابع. طيب الثالثة في مراتب التجريح، صرح فيه بعدم حتى كتابة حديثه، حتى كتابة حديثه، فيقولون عن هذا الراوي في ألفاظه لا يكتب حديثه، أو يقولون ضعيف جدا، ضعيف إيه جدا، فإذا قالوا ضعيف جدا فهذا معناه أن الضعف فيه تحقق، ولا حتى حديثه لا يكتب فيضعف، حتى إذا يعني ما انفردش برضه حديثه ضعيف، إلا أن يوجد يعني متابعات قوية جدا عشان ترفع شأنه. الرابعة في مراتب التجريح فيه الاتهام بالكذب، يعني أن يتهم الراوي بالكذب في كلامه بين الناس، فيكون متهما من باب أولى في حديث رسول الله، أو يكذب على الناس فيتهم في حديثه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يقولون عنه متروك ساقط، يعني ساقط الحديث، أو يقولون عنه متهم بالوضع، متهم يعني موضع اتهام وريبة، إن ممكن مش بعيد يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يحتج به حتى وإن وجد متابعا، نأخذ بالمتابع ونلقي هذا ولا قيمة له في قبول الرواية. المرتبة الخامسة وهي وصفه بالكذب، هنا يوصف بالكذب في إيه؟ في حديث رسول الله، يعني يقولون في الألفاظ المعبرة عن أصحاب هذه المرتبة فلان كذاب، يكذب على رسول الله، يضع الحديث، وضاع إلى آخره، فهذا شر أنواع الحديث، وهذا حديثه ضعيف جدا أو موضوع، ضعيف جدا أو إيه موضوع. المرتبة الأخيرة وهي أسوأ المراتب، أن يبالغ في وصفه بالكذب، يعني مش كذاب يعني مرة ولا اتنين ولا تلاتة، لا ده محترف الكذب، سبق كل الناس في الكذب، ولذلك الألفاظ المعبرة عن هذه المرتبة الأخيرة يقولون أكذب الناس، فلان ده أكذب الناس، إليه المنتهى في الكذب، فلان ركن الكذب، ركن الكذب، فهذه مبالغات تدل على أنه أكثر الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك نحكم على حديثه بأنه حديث موضوع، وهو شر أنواع الحديث كما ذكرت قبل ذلك. بهذا القدر أكتفي، وبهذا انتهى المقرر، وكل عام وأنتم بخير، وأسأل الله أن ينفعكم بما علمكم، وأن يزدكم علما، وأن يجعل ما تتعلمونه حجة لكم لا عليكم، آمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.